استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية هذا اليوم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارة فخامته لمملكة البحرين. وقد جرت لفخامة الرئيس اليمني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر القضيبية، حيث توجه جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى منصة الشرف وعزف السلام الجمهوري اليمني والسلام الملكي البحريني. سلام الجمهورية اليمنية وسلام مملكة البحرين. سلام. وقد صفح فخامة الرئيس اليمني أعضاء الوفد البحريني، كما صفح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس اليمني.
بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اجتماعا حضره وفداء البلدين، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين وسبل تنمية أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. وقد رحب جلالة الملك المفدى بفخامة الرئيس اليمني وبزيارته للبحرين التي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية الشقيقة وما يربط شعبيهما الشقيقين من صلات وروابط أخوية متينة، مشيدا جلالته بالجهود الوطنية المخلصة للرئيس عبد رب منصور هادي وحكومته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن لكل ما فيه خير ومصلحة شعبه الشقيق. وقد أكد جلالة العاهل المفدى خلال اللقاء على الموقف الثابت لمملكة البحرين تجاه اليمن وشعبه والداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق ويحمي سيادته ووحدته وعروبته ويحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتطور. كما أكد جلالته حفظه الله أن المشاركة المستمرة لمملكة البحرين في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تنطلق من إيمانها بأهمية التضامن والتعاون العربي المشترك لحماية المنطقة العربية وشعوبها من الأطماع والتدخلات الخارجية، معربا جلالته عن تمنياته في أن يعم الخير والسلام في اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار ليواصل مسيرته نحو التنمية والتقدم والنماء، مؤكدا جلالته استمرار تقديم الدعم والمؤازرة لليمن الشقيق في كافة المجالات. من جانبه فقد أطلع فخامة الرئيس اليمني جلالة الملك المفدى على آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية على الساحة اليمنية وجهود الشرعية اليمنية في بسط الأمن والاستقرار بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف العربي، إضافة إلى العمليات الإنسانية والإغاثية لمساعدة المتضررين من الشعب اليمني، معربا فخامته عن شكره وتقديره وامتنانه لصاحب الجلالة الملك المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى هذه الوقفة التاريخية المشرفة لمملكة البحرين ودعمها لليمن وشعبه والمساعدة في حفظ أمنه واستقراره وتمكين الشرعية في اليمن وما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية لإغاثة المتضررين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الكريم ويديم عليهما الأمن وال الأمان والرخاء في ظل قيادة جلالة الملك المفدى. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غدا تكريما لفخامة الرئيس اليمني والوفد المرافق. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبل فخامة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لدى وصوله مطار البحرين الدولي، كما كان في الاستقبال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة السيد زهير العبسي نائب محافظ محافظة المحرق وسعادة السفير حسن مسعود قحطان القائم بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين.